أكتوبر 2018 في الحملة القومية للقضاء على المياه السي وكشف الأمراض غير السارية مبادرة السيد رئيس الجمهورية. حملة 100 مليون صحة اللي جاري عملها في 9 محافظات في المرحلة الأولى. النهارده بنقول إن إحنا عملنا مسح 890,491 محافظة، يعني 4 أيام ونص عمل جبنا 890,491 مواطن. ده معناه في وعي مجتمعي كبير جدا وفي جهد مبذول جدا من وزاره الصحه والوزارات المعنيه والساده المحافظين. اعلى نسبه مشاركه كانت جنوب سيناء، واعلى اعداد مشاركه كانت محافظه البحيره. والفئه العمريه الاكثر تردد السن من 26 ل 45 سنه، والإناث 52% والذكور 48%، وكانت أوقات الذروة من 10 صباحا لواحدة مساء. تم زيادة نقاط المسح الثابتة من 1412 نقطة، كل نقطة فيها من 2 لـ 4 فرق بيشتغلوا من 9 صباحا ل 9 مساء. تم زيادتهم من 1412 لـ 1448 نقطة ثابتة، بالإضافة لإن إحنا تم توجيه عربات متنقلة للكشف في الأماكن المشروعات القومية الكبرى والمصانع في 9 محافظات المستهدفة. أعتقد إن إحنا الحمد لله في وعي مجتمعي جدا لأهمية إن إحنا ننزل ونكشف على أكثر الأمراض اللي بتسبب الوفاة.